antidote administered. اكتشاف طائرة التي تعرف باسم في مناة تعود لستة آلاف عام من طرف ثمانية جنود. قبل الحديث عن هذا الاكتشاف، إليكم بعض التعريفات لما يسمى بالفيمانا. كلمة فيمانا مشتقة من اللغة السنسكريتية الخاصة بالثقافة الهندية، وتعني دبابة أو مدفع الإله، وتعني أيضا المعبد، القصر، التاج أو العرش السماوي. أما في العصر الحديث فكلمة فيمانا أصبحت تستعمل للاستدلال على شيئا طائرا غير معلوم، وهي مرادفة لكلمة يوفو بالإنجليزية أو أوفني بالفرنسية. نعود الآن إلى التقرير الذي تم كشفه من قبل المخابرات الخارجية لروسيا، حيث يشير التقرير إلى أن ثمانية من الجنود اكتشفوا أجزاء من جسم يعتقد أنها طائرة الفيمانا، وذلك أثناء أدائهم لمهمة سرية في إحدى جبال أفغانستان، حيث اكتشفوا هذه الأجزاء في مغارة جبلية. بعد ذلك تم إرسال خبراء في هذا المجال إلى تلك المغارة ليتم التأكد من أصل تلك الأجزاء التي يزيد عمرها عن 5000 إلى 6000 عام، حيث كانت تعود فعلا لطائرة الفيمانا. فما هي طائرة الفيمانا؟ بالعودة للمصادر التاريخية التي تم ذكر طائرة الفيمانا فيها، فإننا نجدها بالخصوص في كتب الهندوس المقدسة والمعروفة بالفيدا، حيث ذكرت الفيمانا فيها على أنها عربة طائرة أو الطائر الميكانيكي، وهي عبارة عن آلات طيران متطورة جدا استعملت في حضارة غابرة كانت متقدمة علميا، مثل ما أشارت إليها العديد من الكتابات القديمة التي وجدت في بلدان عدة مثل إيران والعراق وكذا أفغانستان. فيما يذهب من يؤيد وجود الكائنات الفضائية أن الفيمانا كانت وسيلة من وسائل الفضائيين في التنقل بين الكواكب، وأنها لا تختلف عن الصحون الطائرة من حيث الهدف من استعمالها، لكن البعض وخاصة المسلمين كانوا قد ربطوا الأمر بشخصية سليمان، وكيف أنه بنى حضارة متطورة جدا، إذ نفوا أن تكون الفيمانا من خارج كوكب الأرض أو لها علاقة بكائنات فضائية. وفي نفس السياق، وقبل سنوات تمكن فريق من الباحثين الصينيين من أن يجمع العديد من الوثائق والمخطوطات القديمة من جبال التيبت، حيث ادعى البعض أنها كانت تحتوي على رسومات ومخططات لكيفية بناء سفن فضائية تنتقل بين النجوم والكواكب، وهي على مستوى تكنولوجي لم نصله في عصرنا بعد. فهل كانت طائرة الفيمانا من ضمن تلك المخططات؟ وهل من الممكن أن يتم تجسيد تلك التكنولوجيا في عصرنا؟ هل يعود السبب في الحروب في هذه البلدان لكون الدول العظمى تتصارع فيما بينها لامتلاك هذه التكنولوجيات المتطورة؟ تبقى أسئلة محيرة تستحق البحث عن أجوبة لها. Antidote administered.